بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وكبلا بنا آيات صد إيكو وصورة فاضلة إلى آخر الصورة أفرتني يا شنباء الدميث درسي هو ربحوها قوة كتابك قرآن الذي إن الذين يتلون كتاب الله كتابك قوة أقرية أو كو عمل فلا وقاموا الصلاة السلاة نعوغ وأنفقوا بحية مما كي قاركي يغذرنا لهم أنكوا أرجعنا سرا هوسانوا بحية وعلانية سيمو قطة يرجون تجارة لن تبور تجارة أن خسارين يي رجينيان وآدو تعليهم الله سبحانه وتعالى محاكوا الله أمان اللي يوافيهم إنه أوفي أجورهم أجريال كوضة ويزيدهم ولي بأزياد من فضله وقال الله إنه غفور كردافة ويدنبغة شكور كأقبلة ويضاع هذا والذي كتابك أوحينا أن وحيون إليك حقاقة ومن الكتابة والذي ك أوحينا إليك حقاقة أن وحيون من الكتابة هو إساق كالجباء الحق مصدقا حاله ورمينا لما بين يديه كتبتي كهريسي oo kutubti ka horeysay sifadii nabiga sheegay sidii ay kutubti hore u sheegtay nabiga u sheegtay iyo kitaabkuna ku yimid sifada lafteedii buu ku yimid mid kale kutubti hore macaanideedii laga maarmaanka ahayd kitaabka quraanka xambaarsan inna allaha alla subhanahu wa ta'ala bi ibadihi adoomihi sala khabiru ki xog ogaalu away basiruna arka wax ka soo amulay qabanaya iyo si ka soo ku sugan yihiin الله بارك او كيف يعني لي ما دنا كا ابال مرين كي وحو لي ما دنا كا ابال مرين كتابك قرانك الكريم كا وحق عربيه وحا لا يرهدا هو الضمير الفصل با لا يرايو وحا وهي تعريف الجزئين يفيد الحصر با لا يرهدا لبدي جزء جمله لبدوا معرفه كلي وي بركا الله سبحانه وتعالى وحليه كتبتي كوريان ورمينو دين عيبدان بو كرمين wuxuu ka rumay macaanidii dadka loogu talagay ee lagu caabudi jiray uu keenay sifadii nabi ilaah muhammad ay kutubta kale ku sheegi jireen sidii buu ku soo baxay marka kitaabkaas ah xaq meel kale ha marin mar hadda doonaysaa xaq inaad marto quraanka kariimka isku sax marka aad xaaladaada daraaseyso meel ma joogtaa tiraahdo kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga isku sax bas markaas aad wadadii ku taagantaa والذيك هي أوحينا أن وحينا إليك حقاً ومن الكتاب كتاب القرآن كأها هو كلجبا الحق مصدقا حاله رميي لما بين يديه كتبتي كهرسي وصفدي أي نبي كشيء كثيرين ينبي كصباحي إن الله على سبحانه وتعالى بعباده أدومه سال خبير كي حب قالوا أوي بصيرنا أركا وحلا وحي كسجين الله بارك ثم أورثنا وان دخل سيناي الكتاب كتابك القران كها الذين كيبان دخل سيناي استفينا ان دورناي ومن عبادنا ادومها يا كميد فمن محاكمه ادومها ظالم لنفسه كنفتي سدلمي او ذنبي ليمد ومن محاكمه مقتصد كدخدخاد او واجبك ايو واجبكنا ليماده واجبكنا ليماده حرامتنا اسكا الىاليا لكن سنه قيب كميد الى لغا ليبا انو كتغو ومن محاكمة السابق كهر مري بالخيرات خيرات كهر مري بإذن الله إلهي سهل الدين إذن كيس ذلك فضل غفرها بدن كتاب قال إن الحلسيي هو يسوى الفضل فضل وهي الكبير أوي الله سبحانه وتعالى كتاب القرآن كها أمدي أوش علاب الحلسيي قف كستو مؤمنة لحلك النبي هو هيست قف كستو مؤمنة إلهي بأين الحلسيي يعني انتي مؤمنين تافعنا يا ادومها ايلهي وافجي قرانك اني قبصدا marka waa saddex qaybood culimadu badan waxay leeyihiin saddexda qaybood waa ummada zalimu li nafsi wa aasi haramtan wa la yimada laakin waa ahlu tawhid marka waa maghfuru lahu wa lo dhaafi allah subhanahu wa ta'ala minna wa muqtasido wajibatkan wa la yimada haramtan wa iska ilaaliya laakin mubaah qayb kamida iyo iyo sunnada iyo ka taga waa laga daacabadan yahay isaguna waa maghfuru lahu sabiqun bil khayrat waxa weeye wax kasto waajib ah oo la iman wax kasto xaraam ah oo iska ilaali
wax ka soo karaaha uu iska ilaali wax ka soo sunna uu la iman xaaladiisoo dhana waa toos weyn waa saddexda kolon markay saddexda loo jeedo jannadii gali doonaan taas ha ku toosin culimadu saasi u badan yihiin qolyaale dhalimku waa kaafirka marka meeshan kaafir ba ma joogtay dadka la tafsiilinayo waa dadkii kitaabka quraanka la dhaxalsiiyay way summa warasna waxaan dhaxalsiinay الكتاب كتابك القرآن كأها أدي الجوسو دجيء الذين كويبا دحلسيني أنسين دحلك وحليلا وهي بغير مقابل كوجي ماذا يا دحليلا هذا وحبك بحني الذين كويبا دحلسيني استفينا عن دارنا من عبادنا أضمها يا كمذا فمنهم وحكم إذا ظالم مد المي لنفسي نفتي سدم بالليل لكن موحدة ومنهم وحكم إذا مقتصد كل حد هذا ومباح سنة قار كتها ومن المحاكمة السابقة كوكوهر مربي الخيرات أو سنة أو دلي مادة كراهة أو دلنا إسكا إلالي حرام يد هذا الكي داي واجبنا هذا الكي داي بإذن الله بسيدة يان كبدا حلسيه بإذن الله بسيدة كويهن بإذن الله بسابقة بالخيرات كويه إلهي بأسهلي وي ذلك فضلك انت كتاب قال لإسلا حلسيه هو الفضل الفضل وي الكبير وي الله سبحانه وتعالى كتاب في قرآن كاها qalbigu inoo gushubay inagu ina dhaxalsiiyay dhaxalkii nabiga inoo hayna jannatu adnin lagaadiga jannadiisii bay dhuluna galayaan intoos oo dhaniba yuhalluna waxaa lagu garaa datoli oo lagu qurxin fiha jannada dhaxdeeda min asaawara jin xidiyal oo min dhahabin dhahaba iyo walulu jawharta luulka la yiraahdo walibaasum dharkooduna fiha jannada dhaxdeeda xariir way waa xariir nabiga wuxuu dhacay salaatu wasalaam adduunka ninkii xariir xidha aakhira mehelay weli hadduu doono jannada waxa gal xariir adduunka ninkii xidha dahabka weelashiisana iyo in ragu qaatana waa iska xaraam yahay haweenkan waxa loo ogolaaday in yaro dhagaha iyo wax yar oo luqunta ku xidhaan ya haweenka loo ogol yahay iyagu waa maxalu nadar way waa meesha la eegayo way marka la subhanahu wa ta'ala barwaaqada farabadan ee dadka kitaabka dhaxlay yey galayaan oo helay جنات عدن بال وجنادي النجاديج دب لوج جورماي لا يبقون عنها حولا جنات عدن النجاديج جنادي سب يدخلونها قليا يحلون وحلقوا قرح باللطهان فيها جنات الحديد من أساورة تين حريالو مالها تينكم مالها الوحدة ومن ذهب ذهبة يولؤلؤان جوهر سلولك ليلا لولك واللباسهم نركوضون فيها جنات الحديد الحرين وين وقالوا حيده مركا الحمد لله إلهي بأمانه ما هذا أسرناذي الذي أليه أذهب تكسية حنا حق يق الحزن مروكت نجت تكسية إن ربنا رب جيو لغفور كذا فوي شكور وأقبله مركي الله بشاريه وكتابك ميدك تلاقيه وبرواقدي يوحي أن الله صوبنك يديه الله وإله مروكت نهيس لين قيامه ولا مروجي سيه وماش ملاك تسلم سلم سلم إليه إله نفتيه بتبادي markii nabi ilaah muhammad shafaacatu al-uzma allah idno ya markaa dadkii yaa la kala maraya markaasay waxay ku shukriyeen markay ay barwaaqada arkaan ilaahay baa murugsii naga tagsay in haysay iyo wal baharki waqalu waxay oranayaan alhamdulillah allah amaani usugnaaday alladhi alihi adhaba taksiyay anna xaqayaga al-hazana murugta naga tagsiyay inna rabbana rabbigayo laghafurun ka dhaafa way dunuubta shakuruna aqbala daacada الذي الله هو أحلنا ندجي دار المقامة نجاديك الدار سيسيب ندجي من فضل من أجل فضل أنا ما بقى الناس شقيسان وح أنت لاك ما بقى الناس شقيسان لا يمسنا نطابا ما يفيها جنة الدحذاء نصب واحد داله حاجة شركة يبدنك ولا يمسنا نطابا ما يفيها جنة الدحذاء لغوم دال حاجة نفطة هي فكرة ديو حاجة نفطة لبلا من النطابا ما يه إلى الحمد ما شاس دوننا إلى أن تجنو waxaan ku helayna meesha quraanka kariimka iyo sunnada nabiga oo liina dhaxalsiiyay inaynu ku amal falo wadadii nabiga wadadii saxaabada aynu qaadno meesha maqaamka saasum baan ku galeen laakiin fikradada kale oo meelaha laga soo riro meel kale waxa way iska ilaalitaa alladii allah weeyii allah murugta naga tagsiiyay ahalana nadiji daral muqamati nagaadiga daartiisi min fadlihi min ajli fadlihi anagu waxaan oo dhan maan tabcanin لا يمسنا نطابن ما يفي هذا جند الحين نصبن دال حق بدنك دال حق بدنك ولا يمسنا نطابن ما
فيها جنة دحذة اللقوب دال حق النفسية والذين كفروا قيبتي كلا نردو حزبي كلا والذين كوا كفروا قالوا بي لهم حاوسوا نادي النار جهنم جهنم النار تيد لا يقضى الحكومة مهاي عليهم دشوا دمشلوا حكومة مهاي وما دمنا يان أو في يوم تمر كائن ثان الرحيسان ولا يخفف ولا قفض ضين مهاي عنهم عقود من عذابه عذاب كذا إن يربها أهاته لقفض ضين مهاي كذلك السداس يا الله وحليه أن نجي وأبال مرنا كل كفور قال لما كله قال كم حاله أبال مريي واجه النمو إلى دنتان الله رحيم مهاي لفت الله قادم مهاي إسلام كان لقفض ضين مهاي كلما نجيجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها مركزتو هرقوهو دكورة بالسلادان هرقا كلا لوغو بدلي مالتين تيقور بان لوغو بدلي لأن حنوكا دوبكن كورو با حنوكا هو سآد حنوكا لوما دارهم وادوبكن كورو حنوكا وي مركز لما دا حجبه أدوك بيضون دورده ويكون بربر يعني الله حوليه والذين كوا كفروا قالوا بي لهم حاوسونا ذي النار جهنم جهنم النار تيدا لا يقضى لغو حكم مايو عليهم دشوضة أو فيموتوا أي دنتان ونادوا يا مالك اللي يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الله وحيقول واقيا مالك النار تحكم تري إلهي هنقول حكم الدل بأرنايا مكاسا الله إنكم ماكثون وتكون نجانيسا ولا يخفف الله قفض ضين ما يعنهم حق هذا من عذابها النار عذاب كذا إن يربها هاته لقفض ضين ماي كذلك الصدى عجيب كأه يعني نجيء أبال مرنا كل كفور قال لي ما بدنا كله قال لي ما يراه نواة سداس قال الله أبالمان أمثلة مبالغة إلى كفورك وفعول وهم يجوا يصطرخون ويعبا ويقيلي فيها نار تدح ذا ومحايده ربنا ربك أخرجنا نقصر نار نعمل العمل فلا صالحا عمل وناكسا وغير الذي كي غيرك كنا أنه نعملك هو عمل فلا وكان سؤال له حوليه أول من عملكم ميانا إذن عمر داريسين ما مد يتذكر وانتم فيه مدده من تذكر قفك واتوميه وجاءكم وذيه من مركه النذير الدقنينتي أنبيادي فذوقوا الدمية فما للظالمين الظالمين تغسقنا من السين وحرق القاروي وإلا واقع ما حيديها الله يومنا قصار عمل كي حماء قبلنا عمل أنهم بأن هذا قبلنا ناي ألا وحوقيا هدي دبلو عليو ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه هدي دبلو علي وحي لقنا هي وسخية باهيدهم بيده وحي أنه سامر الأري هدي دبلو علي ولو تدو لعادوا لمن هو عنه مركا الله ساس وجوابه وهم يقول يصدرخون ويقيلين يا فيها النار تدح ذات أم حيده ربنا ربك يو أخرجنا النقصار نعمل أن عمل فل عمل صالح عمل وناكسا وغير الذي كي غير كنا أنه نعمل كوا عمل فله مركا سؤال له حوليه أولا من عمركم ميانا إذن عمر سنين ما يتذكروا مدو ما دو ما مدة يكون عمام مدو يتذكروا كوا أنتم فيه مدة ذا من تذكر قفك وأنتم يه أو جاءكم وإذين جمد النذير الدقنين فذوقوا الدمية فما للظالمين الظالمين توما سبنا من السير العلماء ذو حي كهلا مدة ذا قفك عذدار كي وكب حي قل يوحي نسديدي تمنشر ملكو قالوا عذدار ملك قل يا وحي نأفر تنشر حديث كان نبغى وحيه تضبات المرك الروح قالوا أما اللي إحنا قالوا قالوا عذر دالك وكبحي دبدا من اللي قل عذر دال مهاي تضبات اللي إحنا وورك ووقتها جريدي دي يا عذرك يا وحي ما كتر تما يا روحا عمرك يسيب أسود وادي روح اللي إحنا قالوا وان تومي واي وحوي وأول ما تيا ما سنو تاجي هوي اللي يا أبضن تاعي الله وحوليه إن الله الله عالم غيب السماوات والأرض سمد يا أرض هذا وحكم مكان الله أقوي إنه ألنا عليم كأقوي بذات الصدور قلوب توح كتنه صدر جوا اللابتة لكن قلب جوا لوت يدايو من تعبير المحل ورادة الحال بين هذينه وضنها لوت هذا وقلب جوا وضنها فكرة دور لأن ماشي كسر دعه وضنها مسكح دي وضنها وضع شقية حسوسة يوح والما في سر دي يا وضع شقية مسكح دي ويك هذي سا وحي حسوسة قلب جوا نوك على صرفها وميرك عقل جوا فديه مرك الله سبحانه وتعالى قلب جاجه وح كتير أركيا قلب جوا محل المطالع عشر وماشى الله وكذا على إلهي ما أجو سورة دين يحوجنا قلب جوا الله إذا كأجي وحديث صحيح هو إن الله الله عالم غيب السماوات والأرض سماه يا أرض هذا وح كم مقن
كأقوي شهادة إنه أقوي هاي إنه قال عليم كأقوي إذا تسدور وح الله بتكوسه قلبك كوشه هو الله الذي الله ويجعلكم إذن كيالي خلايفها كوكل الدمبية في الأرض وجيل بجيل كدمبية فمن كفر قفك قالوا به فعليه دشي سواء كفره قال لمديسة إساقوا با وحي سيالي عندنا وحكم يالي ولا يزيد الكافرين قال هذا أمزي هذه وكفرهم قال لمدود عند ربهم ربي ذو قتيسة إلا مقتن عرموني ولا يزيد الكافرين قال هذا أمزي هذه وكفرهم قال لمدود إلا خسارا خسارا موني نفي أمار بيكون خسارا الله سبحانه وتعالى فضل قيسي النعمة ديسة خليف خلافه إذن كيالي قال دنبيني جيل بعد جيل قرن بعد قرن كواني مركي لما دان جيل كي كلاكي عماسي قبسن عروتي كلاسي قبسن إله باسدا إذن كنت لقلي إنان مركي ليلي إذن باب إنن يا أب نولاتان وسي عادة نولاتان بو ألي إذن كنت لقلي وحانا لدوني مردي الله سيدا إذن كن نعمي إنا دودة دي سوى مرسان نبي قال كإساقا وحا هايستا قفكي قالوا به أو قال لماذا حق هذا أول لحظة قال لماذا يسمون بدوشة كسارنتها عندنا وحبكم يلي قال هذا نصيد هذا وقال لماذا وحبوا سيادينون عراء الله قال لماذا وحبوا سيادينون خسارة قال لماذا خيره ملك سيد هذا وقال لماذا خيره ملك هو الله الذي الله ويجعلكم مؤمنين تردين سيد هذا بدل كير إيمانك وحبوا سيادين خير يوناك يتاجر نمو يهر صعد يقلب وناك سن ينولر في عمبو سيادين هو الله الذي الله هو جعلكم إذن كي يلي خلائفة كوة كوكالة دمية في الأرض ويسكرنا على قيب قيب كده حشو فمن كفر قفك قالوا به فعليه دشي سواء كفر قال لما ديسا عدنا وحبكم يلي ولا يزيد أمزياديو الكافرين قال هذا كفرهم قال لما دوض عند ربي من ربي قدك تيس إلا مقتن عرموي ولا يزيد أمزياديو الكافرين قال هذا كفرهم قال لما دوض إلا خسارة خسارة موي قلوا حاطرة أرأيتم بالورمة شركاءكم شركذيني ألا لو ذا جيسين الذين شركذي تدعون أدو يريسين من دون الله إلا غيرك أروني بل إتوسية ماذا شيء خلقوا أي كدح أبورين في الأرض للك ماذا شيء خلقوا أي أبورين من الأرض أرض ضوحي أبورين إتوسية أم لهم سوحا أسونا ذي شرك لو ذاك في السماوات السماد أي وحلليين وما سماد أي قيب كليين أم آتيناهم سوحا نكسوا الدجنوسين كتابا كتاب أو فهم يجوا على بينة المخاطب يكتبون منه كتاب كاسو شرك يقولون حقي هاي ما كتاب وش يجيب أشنا بل سدى ما إن يعد الظالمون ما يعد الظالمون ظالمون تؤمب يبوهان وأمب القادم بعضهم قاركود بعض قارك كلي إلا غرورا كذا موي ظالمين تو وهو جميع شاء لا شيء جيا وحوي وح غرور كذا بالقادم وحوي إن جاكم من واتنا سدى موي أبا يوجين بس سدى نهانشري ما ضد كم حد كر عيسى waxa weeye garuur waxaan ahayn ku sheegi maaya waxaan quruur iyo kada ahayn u sheegi maayaan way isluminayaan waa hoggaamiyasha dalalka kuwa la sheegaya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay bal waxaad weydiisa shurakadiini aad alla geyrki caabudayseen bal waxay dhulka ka abuureen oo ardada ay ku leeyihiin bal waxay ka sheegay masa samaday wax ku leeyahay haday dhulka aad ka weydaan masa samaday wax ku leeyihiin masa kitaab baan ku soo dejinay shirkiga u xalaalaynay alla wuxuu dibal may bashwa idra dalimun tu qarkood qarka kale waxay ku hanuunin kada uun ee ku hanuun war hebel uu soo raac warna keen an iska soo raaxaysane sidana sidan weeyaan ay ma tu dalal iska jir haduu nin fikr diini a ku la yimaado daliil weydi waliga raaci fikr diini haduu nin ku la yimaado daliilki iseen hadaa sida ku raacdo de qaruurka kada dan baad ku jiraysaa way qul waxaad ku tiraa araaytum bal warama شركاءكم شركذين أد اللو ذا جسين بل كورما الذين شركذي تدعون أد عابد يسين ودبر يسين دعاء مسألة دعاء عبادة الله ماذا بقران كوي كتراني من دون الله ألا غيره أروني بل تسيى ماذا شيء خلقوا أي أبورينو من الأرض للك حقيسة أم لهم مسوحوسنا شرك لو ذاك في السماوات سمد أي لو ذاكين الله أم آتيناهم مسوحان سيني كتابا كتاب أو فهم يجوا على بينة المرخات عد بيكوسوا منو كتاب كاسو إنه شركوا وناكسين يهيا بل سلاما إن يعدوا الظالمون ما يعدوا الظالمون ظالمون كمهو قامنا يان أو مبلن قادة يان بعضهم قاركوت بعضا قارك كال إلا غرورا كذلك إسكا إلالي فكرة الديني وإن دليل لها إنك يكون لي مادة واسلاما إن الله سبحانه وتعالى قدر ديسه
يمسكون السماوات السماء ذوهايا يوال أرض دول كم مرة دقائق أنت زولا اللي أنت زولا إن ماشي كدقائقان إلهي باهايا إن ماشي كدقائقين كم دقائق كران ماشي ولين زالت هدي زولا إن ماشي كدقائقان إن أمسكهما ما أمسكهما ما قبنا كره من أحد قفنا من بعده من بعد إزالتي مركو الله ماشي كزولي قف قبنا كره ماشروا إن والله كانوا هذا حليما كيد القات بدن غفورا أودم قدا inna galin ugu hanuuninay allah xalimti qafurka ha ka furani iska daba taagno meeshu markuu yiri mar xilmigiisa iyo qufraankiisa rajo ka qabtaay allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ilahay samada iyo ardada isaga haya inay dhaqaaqaan meesha ka dhaqaaqaan isaga ka haya ma dhaqaaqaya marka qoliyaha yiri sayniska yiri dhulku wareega ka war dhulku wareega baydi allah wuxuu leeyahay ardada iyo samadu ma dhaqaaqayaan saasi ugu taagan yihiin waliga buuro waaweyn baa lagu qotomiyay bari aan xamar tagay ya mid iskuul dhiganayo qaraabo ahayn ya masaladan isha wadulku u socdaa abuur waxaan mar kaliya mi qiblada xagga inaga noqoto waan ku yiri hal mar kaliya xagga noqoto ba mars marka waxa way waxba kaba jiraa waxa marka hadii uu isagu ee qabto waa sidaas oo ma dhaqaaqayaan hadii isagu uu socotiyo zuuliyo cid qaban kartaa ma jirto إن الله ألا يمسك وهايا السماوات سموينك والأرض أرضا أنت زولا لألا تزولا سئين أقد دقاق ماشي أقد زول ولئن زالت هذه ماشي كزولان إن أمسكهما ما أمسكهما ما قبنا يمن أحد قفنا من بعد إزالتي أنتوا ألا كزول يكذب إلا ألوم بكزول كره إنه ألا كان هذا حليما كيد القاد بنا مؤمنين تؤد القاد بنا يغفورا ونعفا وقفك مؤمن تاه haddii dambigiisa xasanadiisu xasanadu badato inta yar waa loo dhaaf waxba ma ilaahay dulqaadkiisa noqon qofkii waa macsiye la iman ilaahay wuu kaadin bal intuu tooga keenay hada labada malag ee hareeraha inaga joogta waxa xukuma malabka khayraadka qora yaa xukuma markii khayraadka la qoro markaa baqalinka lagu duug sharka markii uu ninku shar la yimaad waa loo kaadin intii muddo balinu ina soo noqdo yaa la leeyahay isiro isla joogo hadii bilmadta saqda ka dhacdo isla markaaba ka toobakeen Allah wuxuu leeyahay wa aqsamu waxay ku dhaarteen mushrikiintu billahi alle jahda iimaanihim dhaarahooda mid ugu adag lain jaa'ahum haduu u yimaado nadiirun ku digo oo rasuula la yakuunanna inay ahaanayaan hadaa kuwa ka hanuun badan min ihdal umami ummadaha mid ugu sareysa ihdada asaasu macnaheedu noqon ummadaha midda ugu sareysa xagga hanuunka inay kaanu badnaanayaan falamma jaa'ahum markuu yimid nadiirun oo nabi ilaahay maxamed u yimid ma zaadahum ma ziyadinin illa nufuran arar mooyay ay ka sii cararaan istikbaran li ajli istikbarin kibir darti fil ardi dhulka ay ku kibriyaan iyo makra sayi xumaan dabarideed iyo maamulkeed allah wuxuu leeyahay arabtu waxay dhihi jireen yahuuda iyo nasaarada ay dhihi jireen war anbiyaadoodu waxa lumay waxay u diideen way la yaab jireen ila arabtu fidrat fi amba ilaahay diinuhu diintii nabi ibraahim ba ku soo dhawaatay marka rasuul inuu jireena de taariikhda way ku hayaan ilaahu ya rasuul noo dira wallahi ilaahu anuu ka wada hanu badnaan lahayn yey dhahay mar alla markuu u yimidna way ba carareen ba iyagoo kibriyo wiilkan agoonka maxaanu kala jooga ilayhiin abu daalib soo kariyay nabi ilaahay maxamed isagu urka ku jira laba bilood aabihi ba dhintay afar sano markuu jireen hooyadii baa dhimatay 12 markuu jireen awowgii baa dhirtay Cabdi Muudalib Abu Talib baa soo koray Abu Talib hatta bixdadiisi wuu joogay sanadka caamil xujniga leeyda ee Abu Talib iyo Khadija dhinteen oo ka nabiga hijrada loo ogolaaday ilaa labadii difaaciisii labadaas ay ahaayeen Allah wuxuu leeyahay waa aqsamu waxay ku dhaarteen billahi Allah waxay ku dhaarteen jahda iimaanihim dhaartooda mid ugu adag lain jaa'ahum haduu yimaada nadiirun mid u diga la yakuunanna inay ahaanayaan hadaa kuwa ka hanuun badan min ihdal umami ummadaha dhan midda ugu si hanuunka badan falamma jaahum markuu yimid nadiirun digniin bixiyihi ma zaadahum uma ziyadinin digniin bixiyaha imaatinkiisi ilaa nufuran carray ka sii cararaan mooyee istikbaran li ajli istikbari kibir dadti fil ardi ay ku kibriyaan oo xaqay ka kibriyaan iyo wa makrasayi xumaan maamulkeed dabarideed walaa yixiqu ma tirtiro المكر حمانته أسيوح مكرق حن إلا بأهل الددكي سمويان الله سبحانه وتعالى سأسره
ولا يحق المكروه سيء هذا دوحن سامايسه دين تهدد حمانو دبرت أدون بيدب كوجسون نقل ولا الكامو من هذا حمانو دبرت أدون بيدب كوجسون نقل هذا أدون دين تهدد خيانته أدون بيدب كوجسون نقل ولا يحق ما ترتره المكروه دبري دي خيانة دي أس سيء وحمان إلا بأهل الدت كيس معدد دبرتين فهل ينظرون بقال ليه مي سويان مركي حق الدين إلا سنة الأولين كوي طريقة دمي dadkii hore sidii loolan dhaqmay oo Soomaa waxay sugaan dadkii hore markay rususha diidan maxaa loolan dhaqmay ciqaab iyo halaag baa lagu riday waxay dhawraan waa inta mar haday sidaa tiin waxay dhawna ila isla markan hada aynu joognana qofkii daacaysan waayo wuxuu sugaaba waa sidaas uu sugayo isagoo khaatum xumo ku dhinto uu sugayo faaliyan duruna miyay sugayaan ila sunnatal awwalina kuu hore dariiqadii loolan dhaqmay mooyeen falan tajida heli maysid li sunnatillahi ilahi dariiqadii uu galadi iyo muuminiinta kula dhaqmay tabdiil badalitaan wax isbedel ku dhicmay wala tajida heli maysi li sunnatillahi alla sunnati tahwiilan wareejin qoladi mudata inta laga wareejiyo in qolo kale lagu wareejiyo ma jirto sunnadi alla ay ahayd cid alla cidii dambi sameysa in la ciqaabo ilahi bedel ma haya sunnada ciqaabtiina cid kale lagu wareejin ma haya oon mudani way subhana wa ta'ala wala tajida heli maysi li sunnatillahi ilahi sunnadiisa تبديلا بدلتان سيدا يا هيد بيكون صعنيسا ولن تجد هالي ميسا لسنة الله ألا سنة ديسا تحويلا وراجين أولا ما يصيروا وحالا ليا بنيها لمن كان عربها انتاس وأمدوه لرغي دحدقا وحي لوانا قادا لأيه الله وحولا أولا ما يصيروا مياني سعنين في الأرض دولك دحديس وفيندروا آني إيقن كيف سيدا ينقطة أهاتي كيف سيدا كان أهاتي عاقبة الذين كون عربتوا من قبل مكوري وكانوا وحينا كوا هره اشد كوا كاد اد كوان ايغا قوه حق اود وما كان الله الا ما اها ليعجزه كي عجز قالين كرم شيء شيء ما عجز قالين كر الله شيء غا سو في السماوات ولا في الارض بايبل دولك سولان بالعربي وحي كو يالا برتبه ادونك ميل والبدد كي لهلاغي ريعاد ي ري ثمود يو نبي نوح ددكودي يو وخي او دن بهريرهودا ري بني اسرائيل دباتدي غاد ايغا لما هلاغين wuxuu dhabareerahooda balmay dhulka socdaan oo laba dhinac ka socdaan oo taariikhda may aqriyaan ama socdaan oo balmeelihi wax lagu halaagsamay soo eegan miyey waalan yihiin balalay waliba kuwa hore ya kuwan ka xog badnaa kuwa hore kuwan ka xog badnaa oo ka cimri dheera kuwa hore dad baa dhowr boqol sano jiri jiray dhowr boqol sano riicado kale dhowr boqol sano wax xog badan baa ahayn geedka leh waxa weeye sidaas oo kale weey awol ma siiru miyaanay socon fil ardi dhulka وفينظروا آني إيجن كيف سيدو كان هذه عاقبة الذين كوا عربتوا من قبل بيكوري سيدو هذا جمواني قراني وكانوا وحياهن كوا هراء أشد كوا كأض أدق منهم كوا قوة الحق أود وما كان الله ألا سيدي سب ماها ليعجزه كوا عجز قالينكر أحد وعجز قالينكر ومش شيء سينا في السماوات في السماوات ده ولا في الأرض وحلا عجز قالينكر وكره ومن كره وكج بنكره ويشكع لينكره ما بتشربه ما يصير ده وحوق هذا إنه ألا كان وحوق هذاي عليما كي وحول بقى قدير إنه هذا نكره صوت دونه يل إن الله ألا كان وحده عليما قدير ولو يأخذ الله الله هذو أقبل لها الناس ذكر بما كسبوا وحي شقيستين ودنبيه ما تركها كجمتها إن على ظهرها أرضا دش هذا من دابة وحص على ولكن يؤخرهم ودبدها إلى أجل مسمى إن يتوكلن بالله الله سبحانه وتعالى دنبي بني آدم كسمية هذه لو قبل لها دنبي قول ذاسي حويان كون دنبو هلاقي لها والروب كابل لو ديلي لها بس حويان كون دنساسو كالاقي عبد الله بن بس عدو حول جعلي قبها الكلية حار والوال باقف صمالي قال لقوينا ووحا أدونك أغدى كنير عدى إسايسان متره قروا كاسو عنايو عدل عناي عدكو قبسا عد من دم متره ما يساسك عدى حيق عقدة دوما قبو إذن أيسر عقد ضم قبض حتى كاسه على كسم الهاب عبد الله بن مسعود قد كيسة يقال كسم الهاب جعلي جعل جعلانك ولو يأخذ الله الله دو قبلها أن صدتك بما شيء كسوه أي شقيستين ما تركها كما تجين على ظهرها أرض الدش هذا من دابة وحص عضة ولكن يؤخرهم ألا ودبري إلى أجل المدة مصمم المقعبيه مدة ذاتك لو كادينه إن هتوبك يعني بالليه هيو وهي أرجني ما هو كردوه الله عابدينه مده لو كادن تدك فإذا جاء مركو جماده أجلهم أجشود مركي تماده
هي فإن الله لا كان وحده بعباده أدميس بسير كار مركي أجلسوا تمادو دي الله وأركو أجلسوا أورنا ما يصير يوي وحكم قد جوابتي جوابته فإن الله كان تاسع إن تسين جوابتي فإذا جاء مركو ما أجله مددود لا يستأخرون ولا يستقدمون مددود مركي تماد إن اللي دبلودك مهاي مهاي اللي فإن الله لا كان وحده هذا بعباده أدميس بسير كار إذا قام مامل قاضي يوحل به إذا لا إشكاله الله سبحانه وتعالى.